لو الحكاية فيها إن فيتو خلصت تشطبي عليها كده واللي بعدي واللي بعدي. برنامج التسالح عن مع النفس هو ده، انك تدوري على اللي في الكراسة وتخلصيهم. لو خلصتيهم، هو طبعا النصيحة ان احنا نعمل 3 حاجات في اليوم، ولو عملنا 3 حاجات في اليوم لمدة 30 يوم، هو دي النصيحة اللي ادها لنا اللي علمنا العلم، هنعمل 90. بس هما مش 90، لان هي الحاجات شبه بعض. ربنا كريم قوي قوي، لما بيكون عندي ظلم من الاب وظلم من المدرسة وظلم من زميلتي وظلم من زوجي بالزبط. فلما اعمل هم انا ما نقدرش، انا ما اقدرش انا حتى ولا اي حد يقول لك لو عملتي دي ودي ودي هيفكها، لكن احتمالات لو عملتي دي وعملتي دي ودي عملتي دي يفك كل ما هو ظلم عنده. فاحنا ما نعرفش كم واحده، بس اللي بنعرف ازاي ده بيحصل، بنيجي بعد كده نبص انا كان عندي 40 واحده ظلمه في حياتي، انا عملت 5 بس، انا كل دول دلوقتي مش فارقين، مش فارق، مش فارق، مش فعرفنا ان هو بيهد. هو شبهها ان انت دخلتي على غابه فيها شجر كتير، بس انت في شجره معينه لما كسرتيها من كتر ما كانت متشعبه تحت خدت الباقي. دايما احنا لما بنعلم الكورس بنقول كده، فلو حظك حلو جبتي دي هتلاقي كل الباقي سقط. طيب طول الجلسه المفروض في وقت معين يعني تستغرقي ولا هي اللفه بتاخد 30 ثانيه؟ في حاجات اوقات، في حاجات بنقول يعني بتاخد دي وتبقى طبعا دي حاجه جميله قوي، بس اكتر حاجات مش هتاخد دي، اكتر حاجات هتاخد نص ساعه ربع ساعه. احنا بنقول اشتغلوا مع نفسكم ربع ساعه بالوقت كده، ولو ما خلصتش فدي هي كانت 9 وبقت 4، اكتبي 4 وبكره كملي، او بالليل لو عندي وقت كملي. انت عندك دي لسه مفتوحه، اعتبري انا عملت 3 الاوضه، انا عارفه الركن المنطقه دي لسه ما كملتهاش، هعملها بكره مفيش مشكله. فاحنا بس هي اللي يحددها ان انا اوصل للصفر، مش عمليه وقت. في مواضيع بتحصل حاجات عجيبه، تلاقي الشخص بلفتين لا خلاص حاسه انه ارتاح مش محتاج، بتروح ما تفهميش بقى دخلت بالظبط على المكان شالتها واتمسحت خلاص. العرض دايما بيبقى عضوي، يعني العرض دايما يجي صداع او يجي مثلا مغص او الم في كتف او كده، يعني العرض السلبي بيبقى عضوي عشان كده بنشتغل على مشكلتنا، ولا عموما لو احنا نفسيا متضايقين وتعبانين وعايزين نرتاح نتعامل بالوقت ده؟ محدش عمره سال السؤال ده، والسؤال ده ممتاز. لا احنا لو عندنا عرض عضوي هنشتغل على عضوي كده، وندور على النفس عشان نشيل النفس عشان العضو يتصلح. بس انا في حاجات مش عضويه، ان انا قلقانه مثلا اجي الامل الخبط في الكلام، او انا قلقانه في الانترفيو اللي جاي مقابله، انا مكتئبه مثلا، انا صاحيه مكتئبه. اوكي مكتئبه واسعه، لكن هقللها، حاول انا مكتئبه، انا صاحيه متضايقه، هبتدي بالرغم ان انا مكتئبه، بس انت عارفه بعد كام لفه هتعرفي انه امبارح حصل كده، هيجي على بالك انا من امبارح كنت متوقعه ان مثلا اترقى والراجل ما نادانيش، في حاجه حاصله عامله لك ده، هتفتكريه، هتقومي سايبه بقى كلمه مكتئبه لانها واسعه قوي، وهتبتدي بالرغم ان انا متضايقه كذا، حطيت ايدي على السبب وتشتغلي عليها. طيب لو كان السبب ده مشكله لازم تتحل عشان انا ارتاح، ولا مجرد التصرف ده هو بيحصل بقى؟ جميل قوي. حاجتين بيحصل لما بشتغل من ده، انا بهدى، لما بهدى مخي بيلاقي حلول تانية للموضوع او بيشوفها باوضح، بيحصل نيو بيرسبشن، فكر تاني بيحصل لي، فابتدي اشوف ايه ده، ما انا فعلا مثلا مش اشطر واحده، مش انا اللي المفروض اترقى، اشوفها بحقيقتها، او اشوف انا مش مكاني في المكان ده، هم مش عارفين يقدروني خالص، بس من غير غضب ولخبطه بتكون اوكي يبقى انا لازم ادور على مكان تاني. اوكي بيحصل فهم جديد. بس كمان بيحصل حاجه تانية بقى قويه جدا، احنا هي مش من علم الاي اف تي بس عشان هو قانون الكون، لما انا المشكله دي بترتاح عندي، انا ذبذبتي ناحيه المشكله دي او الشخص ده بترتاح خلاص، بشوف ان هو له حق مثلا، او هشوف ان هو مضغوط عليه من الرئاسيه اللي فوقيه ان رأيي ده مش انا حتى لو انا احسن، طب خلاص ببتدي يصعب عليا الشخص، بس ببتدي يحصل ذبذبتي مع الراجل ده، طاقتي مع الراجل ده او الشخص ده بقت مرتاحه، يدخل بقى حاجه اسمها علم الكون او قانون الكون، يبتدي الكون يوصل لي اللي انا عايزاه بطريقتي، يمكن مش عن طريقه. يعني هو اللي نفسه بيقول لي على فكره في شركه تانية عايزاكي، وانا حاسه انك هتنجحي هناك اكتر، هتلاقي نفسك البوزيشن اللي انت عايزاه بتاخديها. تقولي ايه ده الدنيا بتجيب لي اللي انا عايزاه لحد عندي، الدنيا هتجيب لك اللي انت عايزاه لحد عندك، بس لازم ما يكونش انا عندي المشاعر الملخبطه دي، لان خلي بالك هم بيقيسوا الطاقه، فانت لو عندك مشاعر غضب او غل او كره لمواقف، انت بعت ارسال وحش، عمر ما الصوره هتبقى حلوه من ارسال وحش، انتوا بتوع اذاعه، فانا لازم ابعت ارسال حلو، لما ابعت ارسال حلو الصوره هتكون فيها ورد وجناين،
فانت بعد ارسال وحش، ودي ذبذبه لها رقم ولها طاقه بتتقاس في عالم المانيا، كل نوع مشاعر لها رقم، فلازم انضف الذبذبه اللي طالعه مني عشان يبتدي الخير يجيلي. هو له دعوه شويه قانون الكون، هقول كلمه بس مهمه عشان اربط للناس ايه الحكايه. الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. اوكي، احنا هنوسع الفهم شويه. لم انا اوكي، احنا مش عندي ظن، بس انا لما انضف الطاقه دي خلاص انا توقعت الخير، فهمت موقفه وقلت لا ربنا هيجازيني اللي انا عايزاه، انا هوصل اللي انا عايزاه برضو، لو انا استاهل ابقى المديره المفروض يبقى انا هاخده. فانا ابتديت اظن ايه؟ ان انا هاخد الحاجه دي، ولازم هيحصل ايه؟ انا عندي ظن عبدي بي هيحصل بالطريق بقى، ما اعرفوش يمكن مش في الهيئه دي، لكن ربنا هيعمل لي ده، ان انا خلاص نضفت الطريق وقلت على فكره يا رب انا مصدقاك، انا عظن ان انت هتديني المركز ده، والمركز ده جاي لي اهو، هو جاي في الطريق. مش هتكلم في قانون الكون، في ناس خبراء فيه قوي، انا بحبه جدا، بقرا فيه كتير وبدرس فيه حاجات، لان هو مربوط بالاي اف تي. احنا لما بننظف نفسنا يبتدي قانون الكون يشتغل.